عشر أكاذيب تم تعلمها في المدرسة. الكذبة العاشرة: أن الإنسان أصله من الشمبانزي. الحقيقة أن لدينا سلف واحد فقط، ولكن النوعين انقسموا إلى قسمين مختلفين، والنوعين بدوا مختلفين من 10 مليون عام. الكذبة التاسعة: أن نيوتن اكتشف الجاذبية بعد سقوط التفاحة على رأسه. والحقيقة أن نيوتن كان في هذه الفترة يتأمل ويفكر كيف يثبت القمر في مداره، وإذا وهو ذاهب إلى الحديقة بعد العشاء مع صديقه سقط التفاحة أمام عينه، فسأل نفسه سؤال: لماذا دائما ما تسقط التفاحة عموديا على الأرض؟ الكذبة الثامنة: أبراهام لينكولن كان من معارضي العبودية. الحقيقة أنه قال: لو أستطيع أن أحافظ على الوحدة بدون تحرير أي عبد لفعلت. وعندما قام بإعلان أن العبيد لابد أن يتحرروا، كان فقط للولايات المخالفة له. الكذبة السابعة: توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي. الحقيقة أن توماس قام بشراء براءة اختراع اللمبة الوهابة من هنري جامبل، وقام بتطويره ليدوم طويلا. الكذبة السادسة: أن الماس مكون من الفحم. الحقيقة أن المادة التي يصنع منها الماس هي الكربون، عندما يتعرض لدرجة حرارة عالية في جوف الأرض. الكذبة الخامسة: ليس هناك جاذبية في الفضاء. الحقيقة أن الجاذبية هي المسؤولة عن ثبات القمر في مداره، وأن الأجسام التي تظهر أنها ليس لها وزن هي في الحقيقة في حالة سقوط حر. الكذبة الرابعة: السحلية تقوم بتغيير لونها للأشياء المحيطة بها دون هدف. الحقيقة تغيير اللون هو طريقة للتعامل مع التهديدات، وليس ذلك فقط، إنما تستخدمها لتعديل الحرارة وتصبح بلون أغمق لتمتص حرارة أكثر. الكذبة الثالثة: يتم اكتشاف الطعم الحلو والمر والفاسد من أجزاء مختلفة من اللسان. الحقيقة أن اللسان يستطيع تذوق جميع الأطعمة على مختلف أنحاء اللسان، وأن الإحساس بمذاق الطعام مركب لا يعتمد على حاسة التذوق فقط، بل يتأثر بعوامل أخرى، منها إحساسنا بالرائحة ودرجة الحرارة وتناول العقاقير والتدخين. الكذبة الثانية: كولومبوس أثبت أن العالم كروي وليس مسطح. الحقيقة أن الرياضيون اليونانيون القدماء اكتشفوا ذلك قبله ب200 عام. الكذبة الأولى: فان جوخ قام بقطع أذنه بسبب معاناته لمرض نفسي. الحقيقة أن الفنان غوغان المرافق له هو من قطع أذنه وليس فان جوخ، وهناك قصة أخرى تقول أن فان جوخ قام بقطع جزء من أذنه للاعتراف بهزيمته أمام صديقه الذي كان ناجحا أكثر منه مع النساء، حيث هذا هو رمز الانتصار في مصارعة الثيران الذي اعتادوا حضورها معا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وعمل اللايك والشير.